Pops. أهلا بكم في وقت تجتاح فيه البرودة معظم مناطق السعودية خصوصا المدن الرئيسية في ساعات الصباح الباكر. من المتوقع أن تسجل مكة المكرمة وجدة اليوم 29 درجة مئوية، فيما تسجل المدينة المنورة 25 درجة مئوية، الرياض 27، دمام والإحساء 31. وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت أن الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق الرياض القصيم والشرقية، وكذلك على مناطق جازان عسير والباحة وعلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الساحلية الجنوبية منها. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الغربية. وبينت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كيلومتر في الساعة، وفي الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كيلومتر في الساعة. أحوال الطقس.